أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مطعم شرق الأوسط داوديا شقي مها يقدرنتا إن جمدان كسر دوادا وربحنا جاره حلقة دي كوبات موضوع ما تعدين هنا ومقايدة لقوم بجعابه شرق الأوسط مجال الرجستر من الصوتة هدبا جودها مقايدة ينقلنا إن لا داودا اسمي أنور من الأردن قمنا بافتتاح هذا المطعم الحمد لله في شهر 25/4/2019 نقدم جميع الأكلات الشرقية منها المقلوبة المنسف البرياني الكبتة جميع الأكلات الخليجية ونقوم بإعداد الولائم والحفلات والمناسبات الخرفان المحشية حسب الطلب طبعا ويوجد لدينا جميع الأكلات والمقبلات الشرقية العربية. هدي أرجستر تماي كسو وردون مقاعدة ميدل إيست أنتم معان أو جبن و عافمال له و ضد مسلمين اي دياريين تفضل ويلكم ان ريجستر السلام عليكم اسمي ليلى بشتغل هون مطعم الشرق الاوسط اهلا وسهلا فيكم هون تعالوا نرحب اخواننا الصوماليين وكل العرب اللي بروشستر اهلا وسهلا فيكم ومدى المسلمين تميل والبا يجوكتو مقايدة ومقايدة اوغو وناكسن اوغو في عن صوت كا رجيستر مارت وهراشين كا اوغو في عن كواب كا روس كا وحوال بو كسو دوادة My name is Uday. I'm the chef of Middle East Restaurant in Rochester, Minnesota. We welcome all the Middle East people, you know, to this restaurant, to Rochester. We cook all kind of food, whatever anybody needs, we can make. We make kebsa, mandi, manasif. We make the whole toasted, the whole roasted lamb. Kebab, shawarma, we make all kind of food. We have desserts, kunafa, baklava, harissa. We can make any kind of food. We welcome everybody. وندعو اخوتنا الصوماليين اللي يجون لهذا المطعم وان شاء الله يعجبهم الاكل ويعجبهم التعامل وهذا المطعم مطعم الشرق الاوسط موجود في روتشستر مينيسوتا هذا المطعم من الاكلات العربيه الممتازه ويعتبر هو خطوه رائعه يعني من ضمن المطاعم العربيه الموجوده بامريكا اللي تعرف المجتمع الامريكي بالاكل العربي الجيد الطيب واحنا من يعني الزبائن المستمرين بها للزبائن وشكرا جزيلا سود وادا مقايدة شرق الاوسط يا مقاعد الرجستر وحد كيليسا سيدا ايدين مغطى دلبيدي اروسيدا وليموينكا
السومادها قراعدة إيوه عنتو ددن لي حتى بكسو دواو شرق الأوسط مطعم وحلو قلت لك لي إن الحفلات والولائم والفطور الصباحي يوحي لهالمعرة كسو دو هذا.